دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الأساس لهضبة ترامب، وذلك في الجولان بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان. وجاء ذلك بعد أن صدقت الحكومة الإسرائيلية في جلسة احتفالية عقدت هناك على القرار الذي قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه تاريخي. نحن قررنا تسمية هذا المكان إلى هضبة ترامب، ونحن نسيطر على هذه الهضبة، وأضفنا إليها عامل آخر رمزي وفعلي يؤكد ويجسد استمرار سيطرتنا على الجولان الذي سيبقى دائما جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. شكري لكم جميعا على هذه اللحظة التاريخية على إقامة قرية باسم الرئيس دونالد ترامب. نحن قمنا باختبار كتب التاريخ، وهذا لم يحدث من قبل في العالم أن يقوم تجمع سكاني بالكامل على اسم رئيس. هذا حدث فقط 3 أو 4 مرات في العالم، مرة في دولة إسرائيل عام 49 حينما سميت قرية ترومان على اسم الرئيس ترومان، ومنذ ذلك الحين المدار 70 عاما. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب سيتشرف بأن يكون في هذه القائمة الحصرية. الزميل أدهم حبيب الله حضر مراسم التدشين وأعد لنا المداخلة التالية. نعم، إذا بعد الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، اليوم طبعا تم تكريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا الإعلان الرسمي عن إقامة مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان تحمل اسم الرئيس الأمريكي. وسمعنا طبعا إلى كلمات التي كانت من قبل السفير الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك إلى كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي شدد على حق السياسي لدولة إسرائيل في مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى ذلك إلى حق الشعب اليهودي، وأعاد إلى الإرث اليهودي ومؤكدا أن هناك حق لهذا الشعب في هذه الأرض، بالإضافة إلى ذلك دعا إلى الاستيطان وأيضا إلى السكن في هذه المنطقة، بعد طبعا مشددا على خيرات هذه المنطقة وأنها هي إسرائيلية، وهو ما شدد على الحلم الإسرائيلي. والحديث أكثر أيضا للتطرق على ما كان في هذا اليوم، ينضم إلي طبعا هنا الوزير في حكومة إسرائيل السيد أيوب القراء، مرحبا بك. بداية يعني شاهدنا اليوم كل ما كان من احتفالات، وهي لحظة تاريخية بالنسبة لدولة إسرائيل، ولكن رغم هذا الاعتراف الذي كان يمكن القول أنه أحد الجانب فقط يرتكز من جانب الولايات المتحدة وما يعارض الاتفاقات الدولية، كيف نقرأ ذلك؟ هذا ليس صحيح. الرئيس ترامب هو أهم صديق تاريخيا لدولة إسرائيل، وأهم الرؤساء الذين دعموا بشكل واضح ومكثف دولة إسرائيل، ولذلك نحن نرى بهذا الموقف احتراما له ولمواقفه، وخاصة بما يخص التقارب من ناحية السلام العادل بالمنطقة والتقارب بين إسرائيل والدول العربية. نحن نرى بذلك بداية طريق، لأنه المؤتمر في البحرين سيبدأ بعد أسبوعين، وطبيعة الحال أغلبية ساحقة من الدول العربية هي ستشارك، وهذا مؤتمر اقتصادي لتطوير التكنولوجيا والاقتصاد بالمنطقة، وطبيعي نحن ندعم الحياة، نحن لا ندعم الإرهاب ولا التطرف ولا الحروبات. نحن نرى جنب هذه المستوطنة هنا كيلومتر في هناك ويلات وملايين الذين انخلعوا من بيوتهم لأماكن مختلفة في العالم. ربما هذا السبب هو الاعتراف في هذه اللحظة بسبب الظروف السياسية والأمنية، وإعطاء إسرائيل هذه المنطقة هو باعتبارات أمنية أكثر. إحنا مع السلام، نحن ليس متطرفين ونريد الويلات، بالعكس نحن بكل الدول اللي جنبنا موجودة في ويلات، في ظروف صعبة، في حروبات، في إرهاب، في تطرف ديني، ولكن هنا العرب واليهود كلهم في وضع أحسن وضع موجود بالشرق الأوسط، ولذلك القيادة العربية تعرف ذلك جيدا، لأنه لهذا السبب بدأت هناك أكثر وأكثر تقارب وجهات النظر السلمية الاقتصادية التكنولوجية مع إسرائيل ومع العالم الغربي. وأنا بتأمل أنه قريب
نسمع أكثر وأكثر إمكانيات للتعاون هذا. نعم، لسؤال أخير، طبعا هناك من يربط التزامن طبعا وهذا الحدث قبيل الانتخابات، هناك من يقول أنها هدية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر ما هي تاريخية لشعب إسرائيل. هذا ليس صحيح، لأنه هذا القرار كان قبل الانتخابات الأخيرة، لذلك لو كان فيه موضوع انتخاب وسياسي كان انعمل قبل الانتخابات السابقة. لذلك على أرض الواقع هاي علاقة متينة، صداقة قوية وحميمة بين الرئيس الأمريكي وبين إسرائيل، وبين إسرائيل والرئيس الأمريكي والدول التي يهمها الحياة اليومية وقيمة الحياة، وليس العالم المستقبل أو الغامض أو العاتم. لذلك نحن مع هذا الموقف نريد التحدث بكلام سلمي وبإمكانيات سلمية بهالمنطقة. ما في شك اللي بيتكلم معنا بهذه اللغة نحن معه في كل حرب اقتصادية تكنولوجية وحربية إذا في لزوم. نعم، الوزير أيوب القرا، شكرا جزيلا لك. إذا استمعنا إلى هذه الأقوال وأيضا إلى المراسيم التي كانت هنا بعد 52 عام من الحرب التي كانت بين إسرائيل وسوريا، طبعا حرب الأيام الستة. اليوم نشهد هذا الحدث التاريخي بالنسبة للجانب الإسرائيلي وبالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والاعتراف وأيضا إقامة مستوطنة جديدة تدعى مستوطنة ترامب. كان معكم أدهم حبيب الله من مرتفعات الجولان، إلى قناة i24 نيوز. إذن سيد أليف صباغ خبير الشأن الإسرائيلي والشرق أوسطي معي عبر سكايب، أهلا بك سيد أليف. أولا، الجولان وفق القانون الدولي هو منطقة محتلة، والوجود البلدات الإسرائيلية تعد وفق القانون الدولي مستوطنات. كيف ينظر إلى هذه الخطوة؟ ما هو هدفها؟ هل هو بالفعل لشكر الرئيس ترامب؟ هل هو لتعزيز الوجود الإسرائيلي في الجولان؟ أم هو أيضا فيه يعني أهداف سياسية داخلية لرئيس الوزراء؟ حقيقة وفق القانون الدولي الجولان السوري المحتل هو أرض محتلة، ولا يجوز بناء المستوطنات فيها، ولا يجوز نقل السكان إليها أو نقل السكان منها. وبالتالي كل ما تتخذه حكومة إسرائيل من قرارات هو يتناقض مع القانون الدولي، وسيتم إلغاءه لاحقا في أي تسوية سياسية في الشرق الأوسط وخاصة مع سوريا. الأمر الثاني هو توقيت انتخابات. ربما يأتي صدفة أن الانتخابات هذا التوقيت يأتي مع عيد ميلاد ترامب، ويأتي أيضا مع مواعيد أخرى مثل الاجتماع الأسبوع القادم بين المستشارين الأمنيين، مستشاري الأمن القومي لروسيا وأمريكا وإسرائيل في إسرائيل، ويأتي أيضا عشية لقاء أو ورشة عمل المنامة في الموضوع الاقتصادي. ولكن كل هذه المواعيد سوية هي مواعيد يمكن أن يستفيد منها بنيامين نتنياهو، وخاصة موعد الانتخابات. اعتدنا بنيامين نتنياهو عشية كل الانتخابات أن يقدم هدايا أو يتلقى هدايا، ويمكن أن يتلقى هدايا أيضا يعني من رئيس ترامب ومن غيره. المهم في هذا الأمر أن مثل هذا القرار ليس فقط مناقض للقانون الدولي، هو مناقض للقانون الإسرائيلي أيضا، باعتبار أن الحكومة الانتقالية لا تستطيع إعلان عن إقامة مستوطنة، كل قراراتها غير ملزمة للحكومة القادمة، وبالتالي هذا وضع استعراضي أكثر مما هو حقيقي. طيب سيد أليف، هل ترى في هذا القرار استمرارية نظرا لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي وصفه بالتاريخي الاستيطاني والصهيوني؟ هل ترى بأن إسرائيل ستعود إلى بناء يعني تجمعات يهودية جديدة في الجولان؟ يعني بنيامين نتنياهو يريد أن يعني كل يوم في حياته السياسية يريد أن يجعل يوم تاريخي. هو في نظر نفسه هو يؤرخ ويكتب التاريخ، هو ابن مؤرخ في الحقيقة، هو يكتب التاريخ ويصنع التاريخ، وبالتالي يجب على المؤرخين أن يعتبروا مثل هذا الحدث هو حدث تاريخي. كل يوم في حياة بنيامين نتنياهو يريد ذلك، وهذا جزء من الديماغوجية والدعاية السياسية التي يصنعها لنفسه، خاصة عشية الانتخابات وفي كل يوم من أيام حياته. أنا باعتقادي أنه أي عملية استيطان بالجولان لن تنجح. خلال 50 سنة سابقة كل الاستيطان في الجولان لا يساوي عدة آلاف من المستوطنين. لن ينجح الاستيطان في الجولان، وستعود إسرائيل عن الجولان مهما
طال الزمن. هذا هذه المحاولة لفرض أمر واقع وعلى العالم أن يتعامل مع الأمر الواقع وربطه بالقضية الشخصية باسم ترامب لن يفيد إسرائيل ولن يفيد السياسة الأمر الواقع التي تحاول فرضها. أشكرك جزيل الشكر السيد أليف صباغ خبير الشأن الإسرائيلي والشرق الأوسط.